أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الأنعام في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أحبة الكرام، وصلنا إلى قول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. واليوم نبتدئ التفسير من قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه الآية هي لون من ألوان الحجاج على المشركين الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا التوحيد. فالله عز وجل يقول لهم، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، أي شيء أكبر شهادة؟ أي شيء أكبر شهادة؟ من هو الذي أكبر شهادة؟ وبالطبع لن يعترفوا ولن يجيبوا. ثم يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجيب فيقول: قل الله. فأكبر شيء شهادة هو الله، لا أحد أعظم أو أجل أو أصدق من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. قل الله شهيد بيني وبينكم، أي هو شهيد بيني وبينكم، يشهد علي بالبلاغ ويشهد عليكم بأنكم قد بلغتكم الحجة فلم تؤمنوا بها، وقد قامت عليكم فلم تتبعوها، وقد جاءتكم البينات التي لا مرية فيها ولا شك ولا امتراء، ومع ذلك كذبتم بها وأعرضتم عنها مع أن قلوبكم قد استيقنتها. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل لهم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم أيها المشركون به، لأنذركم به وأحذركم مما فيه من الوعيد، وليكون حجة عليكم عندما تردون على الله عز وجل. لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه هذا القرآن. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ هذا استفهام على وجه الإنكار، يعني أتفعلون ذلك وتقولون إن مع الله آلهة أخرى تستحق العبادة، وأنتم توقنون بأنه لا أحد خلق ولا أحد يرزق ولا أحد يحيي ويميت إلا الله، فكيف تجعلون لهذه الأصنام التي تخلقونها أنتم بأنفسكم حظا من الألوهية والعبودية؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، أما أنا فلا أشهد على ذلك، لأن هذه الآلهة المدعى هي آلهة بالاسم، أنتم سميتموها آلهة، وإلا فليس لها من حقيقة الآلهة شيء،
قال الله عز وجل: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. يعني الإله الذي أعبده وأدعوه إله واحد لا شريك له، لا ند له، لا نظير له، لا يجوز أن يدعى معه أحد سواه أو يعبد معه أحد غيره. ولذلك قال: قل. وكلمة قل إذا جاءت في أي آية فإنما يراد بها التأكيد والتنبيه على أهمية هذا الكلام الذي يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للمشركين. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذا الذي تشركونه وتفعلونه من الشرك أنا بريء منه تمام البراءة وبعيد منه تمام البعد. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أي أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه رسول من عند الله حقا كما يعرفون أبناءهم، بل إن علمهم به أشد من علمهم بأبنائهم، لأن الرجل منهم لا يدري هل ابنه هذا منه أو من رجل آخر. كل ما في الأمر أنه يعلم علما قاطعا أن هذا الابن ولد على فراشه، لكن من أين هو؟ من الذي تخلق منه هذا الولد؟ هل هو كائن منه أو كائن من رجل آخر عاشر امرأته؟ هذا شيء في إعداد المجهول بالنسبة لكثير من الناس. ولذلك قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا بما جاء في كتابهم من أوصافه الدالة على نبوته، تلك الأوصاف الدقيقة والتفصيلية التي انطبقت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا مرية فيها ولا شك. ولذلك من سلم من داء الكبر والحسد من اليهود أو من النصارى عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استسلم وصدق مباشرة، لأنه رأى تلك العلائم أو تلك العلامات والدلائل واضحة كأنه يراها عيانا. قال: الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم تماما سواء بسواء. ثم قال: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يعني كل من آمن، من لم يؤمن فهو قد خسر أعظم شيء يخسر في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وهي أن يخسر الإنسان نفسه. أنت إذا خسرت مالك أو خسرت بيتك أو تجارتك أو ولدك وأهلك، فإن الأمر بالنسبة لك أهون بكثير من أن تخسر نفسك التي هي أعظم شيء تحامي وتدافع وتجلب له الخير وتطلب له البر والمعروف. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا الأسلوب القرآني ومن أظلم معناه كما يقول المفسرون: لا أحد أظلم، يعني لا أحد أشد ظلما ممن كان كذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. افترى أي اختلق الكذب على الله بأن ادعى لله آلهة وجعل لله شريكا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا أيضا من أشد الناس ظلما، بل هو أشد الناس ظلما. إما أن يفتري على الله كذبا فيدعي له صاحبة أو ولدا أو شريكا، أو يكذب بشيء من آياته جل جلاله. قال الله عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون، أي هؤلاء الذين كذبوا لا يفلحون أبدا، لا يلقون سعادة ولا خيرا، ولا ينتظرهم شيء من الرحمة والنعمة، لأنهم كذبوا بشيء يعلمون صدقه وادعوا شيئا يعلمون كذبه. قال الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هذا أحد مشاهد يوم القيامة وما يحصل فيه لهؤلاء المكذبين المفترين، أن يقول الله عز وجل لهم:
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين هم أولئك الذين كنتم تدعونهم شركاء لله عز وجل. وهذا من أعظم ما يفتضحون به يوم القيامة، عندما يأتون يوم القيامة لوحدهم حفاة عراة غرلا ليس معهم أحد، فيقال أين الشركاء الذين كنتم تصرفون لهم شيئا من عبادتكم وكنتم تدعون أن لهم حقا في هذه العبودية. قال الله عز وجل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ماذا؟ والله ربنا ما كنا مشركين. يعني لم تكن معذرتهم إلا أن قالوا كاذبين، كما كذبوا في الدنيا كذبوا في الآخرة، والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون لله، يحلفون بالله لله أنهم لم يكونوا من المشركين. وهذا والله شيء عجيب، عاشوا على الشرك وجادلوا عن آلهتهم وعادوا الأنبياء من أجل تلك الآلهة وآذوا هؤلاء الأنبياء وطردوهم وفعلوا بهم الأفاعيل وماتوا على ذلك، وفي نهاية المطاف يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. سبحان الله، هل هذا يا إخواني يتعارض مع اعترافهم بالشرك في آيات أخرى؟ لأنه جاء أنهم يعترفون. نقول لا يتعارض، لأن كل آية ذكرت صورة ومشهدا من مشاهد يوم القيامة، فهم ينكرون أنهم كانوا مشركين ظنا منهم أن هذا الإنكار سينفعهم. ثم بعد ذلك إذا ختم الله على أفواههم وأمر أبدانهم أن تنطق، عند ذلك تنكشف الحقائق ويعترفون بأنهم كانوا مشركين. قال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم، يعني تأمل وانظر كيف يكذب هؤلاء على أنفسهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ضاع وذهب ذلك الذي كانوا يفترونه من الآلهة، فلا يجدونه يوم القيامة، لا ينفعهم ولا يشفع لهم ولا يدفع عنهم شيئا من العذاب الذي ينتظرهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل مبينا ماذا كانوا يفعلون في الدنيا عندما كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون إلى الوحي، ما هي ردة فعلهم وكيف كان جوابهم؟ قال ومنهم من يستمع إليك، منهم من يستمع إليك، ولكنهم مع كل أسف يسمعون صوتا بأذانهم لكنهم لا يمرون به على قلوبهم، لا يسمعون سماع قبول وإجابة، سماع تلهف واستعداد للإيمان، ولكنه سماع للإدراك، سماع صوت كما تسمع البهيمة صوت الراعي وهو يناديها في المرعى، فإنها لا تعقل من كلامه شيئا لكنها تسمع الصوت وتستجيب إجابة خفيفة جدا، وإلا فهي لا تفرق بين سائر الكلام. قال الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أي صمما فلا يسمعون شيئا من الحق، أي سماع قبول، وإلا فإنهم يسمعون الآيات ويرون الحجج ويبصرون الدلائل، لكن مع كل أسف كل ذلك لا يغني عنهم شيئا، لأنهم ما أوقعوا في قلوبهم اليقين والاعتقاد الصادق بالله رب العالمين، وحثوا أنفسهم على أن يستجيبوا لهذا النداء وهذا الوحي ويعملوا يعني يعملوه في قلوبهم ويستعدوا لقبول ما فيه من الحق وهو كله حق. قال الله عز وجل وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني مهما جئتهم به من الآيات يا محمد ومهما نزل عليك من الحجج والبراهين فإنهم لا يؤمنون، لأنهم قد وطنوا أنفسهم على التكذيب والكفر. قال الله عز وجل
حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. الحجة أو التهمة مجهزة قبل أن تأتي الحجة، فإذا جاءوا إلى الجدال قالوا هذه أساطير الأولين، خرافات وأساطير وشعوذات لسنا مستعدين للإيمان بها. تأملوا يا إخواني كيف أن هذه هي عادة أهل الشرك، كما قال الله في سورة الذاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه هي الحجة أو هذه هي التهمة التي يلقيها هؤلاء أعداء الرسل على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك على أتباعهم وعلى أهل الحق في سائر الأزمان. ولذلك نحن عندما نقرأ في القرآن تاريخ تلك الأمم لا نقرأ شيئا مر ولن يعود، بل هو يتكرر في كل أمة وفي كل زمان ولا يتغير. الحجج هي الحجج، والبراهين هي البراهين، والردود والتهم التي تكون من أعداء الحق هي نفس التهم. نعم قد تتغير الألفاظ وشيء من الأساليب، لكن الصورة في النهاية واحدة. ولذلك ذكر لنا ذلك في القرآن وكرر علينا مرارا وتكرارا. قال الله عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني ينهون الناس عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم وعن سماع الوحي الذي يوحى إليه، وينأون بأنفسهم عنه، أي يعرضون، لا يقبلون على الحق ولا يستمعون إليه. فالله يقول: وهم ينهون الناس، يصدونهم عن سماع الحق، ويقولون أساطير الأولين، شاعر، كذاب، إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وفي الوقت ذاته هم يعرضون عن سماع الحق. ما دام رسول الله قد جاء بحق وجاء بآية بينة، استمع إليها، إن كان ما فيها من الحجة مغنيا ودالا على الحقيقة وجب عليك أن تسلم بها. ولكن الإنسان بطبعه كفور، فهو ميال إلى الجحود والكفور. قال الله عز وجل: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي إن هنا بمعنى ما، وكثيرا ما ترد في القرآن بمعنى ما. وإن يهلكون إلا أنفسهم معناها وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يدرون أن هذا الذي يفعلونه بالتكذيب والنهي عن سماع الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنأي والإعراض بأنفسهم عن قبول الحق، كل ذلك هلاك لأنفسهم، ولكنهم لا يشعرون لأنهم لا يرون الهلاك في ساعتهم التي يكذبون بها، لكنه يأتيهم فيما بعد. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني ولو ترى يا محمد إذ وقف هؤلاء المشركون على النار وعرضوا عليها فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني لو رأيتهم وهم قد وقفوا على شفير جهنم نسأل الله العافية والسلامة، فتمنوا أن يردوا إلى الدنيا ليؤمنوا مرة أخرى، فيقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وانظروا كيف يقولون، يتمنون أنهم يردون ولا يكذبون بالآيات كما كذبوا بها أول مرة. قال: ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم الشيء الذي كانوا يخفونه من قبل، فقد كانوا يخفون من قبل في قلوبهم أن الحقيقة أو الشيء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، هذا كانوا يجحدونه ويكذبون به، كما سيأتي معنا في قول الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هم لا يكذبونك لأنهم يعلمون أنك كاذب، ولكنهم يجحدون آيات الله، كما قال الله في سورة النمل:
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تصوروا يا إخواني، كل من ترى من المكذبين والمجادلين بالباطل هم يعلمون أن أهل الحق على الحق ويعلمون الحق في نفس الأمر، ولكنهم يجحدونه بألسنتهم ويجحدونه ظاهرا، لأن هذا الحق يأتي بخلاف أهوائهم وهم لا يريدون شيئا يخالف هواهم. قال الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الذي نهوا عنه. سبحان الله، يعني أن العملية ستتكرر، لو ردوا مرة واثنتين وثلاثا سيعودون إلى التكذيب والإباء والاستكبار والإعراض والنهي عن سماع الحق والنأي بأنفسهم عنه، هذا ديدنهم. وهذه الآية يحتج بها العلماء على أمر، وهو أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالله يعلم ما كان مما مضى وفعل، ويعلم ما يكون مما يستقبل في قادم الأيام، وهو سبحانه وتعالى يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون، لأن هؤلاء لن يردوا، ومع ذلك قال الله لو ردوا لعادوا، فهو علم الشيء الذي سيكون منهم لو عادوا أو لو ردوا، ومع ذلك فإن هذا لم يكن. وهذا من سعة علمه سبحانه وتعالى، وسع كل شيء رحمة وعلما. قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لكاذبون فيما يدعونه، عندما قال الله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم قال الله عز وجل: وقالوا، أي قال المكذبون بالبعث، إن هي، أي ما هي. إن تأتي في القرآن كثيرا بمعنى ما للنفي، إن هي أي ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، يعني ما هناك شيء اسمه بعث، ولا هناك شيء اسمه جنة أو نار أو جزاء أو حساب أو عرض على الله، نحن نعيش في هذه الحياة ونبقى فيها ثم نموت ولا شيء بعد ذلك. وهذا لا شك أنه مخالف للرسالات وللوحي، ومخالف أيضا للعقل، ومخالف للفطرة. أما مخالفته للشرائع فهذا معلوم، لأن الشرائع أكدت على اليوم الآخر وعلى البعث والجزاء والحساب تأكيدا بالغا، وهو من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن به فهو كافر كفرا بينا بلا شك وبإجماع المسلمين. وأما العقل فإنه يدل على وجوب أن يكون هناك يوم آخر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يظهر أناس صادقون وآخرون كاذبون، وأناس صالحون وآخرون ظالمون، ثم يموت هؤلاء وهؤلاء ولا يعرف يعني من هو المحق منهم، والصادق والكاذب والصالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر، لا يمكن، لأنه لا يتبين ذلك في الدنيا في كل الأحوال. إذن فلا بد أن تظهر، أن تكون هناك يوم آخر يبعث فيه الناس فيتبين هؤلاء ويتبين هؤلاء. ثم أيضا لا يمكن أن يكون هناك أناس أغنياء وفقراء وظالمون ومظلومون وحكام ومحكومون ومصلحون ومفسدون، ثم يموت أولئك كلهم ولا يلقى هؤلاء جزاءهم ولا هؤلاء جزاءهم. هذا يتنافى مع عدل الله ومع حكمة الله، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. إذن فثبت بهذا وبغيره من الأدلة الكثيرة أن الآخرة ثابتة بالعقل كما هي ثابتة بالشرع. قال الله عز وجل: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما هناك إلا الدنيا نعيشها ثم نبيد ونفنى، ولا آخرة ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار. قال: وما نحن بمبعوثين. قال الله عز وجل مهددا إياهم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا.
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني ولو ترى هؤلاء القوم الذين كذبوا بما كذبوا به إذ وقفوا أي عرضوا على ربهم لرأيت أمرا عظيما. هذا هو الجواب، فالجواب هنا محذوف، وحذف الجواب في مثل هذا السياق كثير وهو أيضا بليغ، لأنه يدل على تفخيم الأمر، كما قال الله جل وعلا في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. تأملوا يا إخواني، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، طيب ماذا؟ أي لكان هذا القرآن، فحذف الجواب ليكون فخيما في النفس عظيما عليها. قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي لرأيت أمرا عظيما. قال أليس هذا بالحق؟ هذا الذي ترونه مما كنتم تكذبون به في الدنيا؟ قالوا بلى وربنا. يأتي الجواب، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ليس لكم عندي في هذه الدار إلا العذاب والنار وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أي كل من كذب بلقاء الله وأنكر البعث فإنه قد خسر الخسران المبين. قال حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، جاءتهم على حين غرة وهم لم يستعدوا لها ولم يأخذوا أهبتها التي تجب لمثلها، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يتحسرون على التفريط في الدنيا أنهم لم يعملوا فيها عملا صالحا ولم يؤمنوا الإيمان الواجب. قال الله عز وجل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يأتون يوم القيامة وأوزارهم شاهدة عليهم تدل على أن مآلهم إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. وليست هذه الأوزار مدونة في كتاب لا يرونه أو في سجلات لا يطلعون عليها، بل هذه السجلات يطلعون عليها وهذه الأوزار يحملونها فوق ظهورهم لتكون شاهدة عليهم ودليلا على استحقاقهم للعذاب الذي يستحقونه. قال الله عز وجل ألا ساء ما يزرون، أي ألا ساء ما يحملون. أي والله هذا أعظم وأسوأ ما يكون من الحمل الشنيع لهم. قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، أي الاشتغال بها، اشتغال بالدنيا لعب وله. واللاعب يقول العلماء هو ما يكون بالأبدان، وله ما يكون بالقلوب، كما قال في سورة الأنبياء لاهية قلوبهم وأسر النجوى. فالله يكون بالقلب، يلهو القلب أي يتشاغل، واللعب يكون بالأبدان، كما قال إخوة يوسف وهم يستأذنون أباهم في أن يخرج معهم إلى البرية، قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وذكروا أنهم يريدون أن يخرج يوسف معهم من أجل أن يلعب معهم. قال الله عز وجل وللدار الآخرة خير للذين يتقون، يعني لا ينبغي لأهل العقول وأصحاب الألباب أن يغتروا بالدنيا ويجعلوا قصدهم هذه الحياة، بل ينبغي لهم أن يستعدوا للآخرة التي خلقوا لها. وهؤلاء الكفار يعني تعجب من حالهم عندما يكذبون بالحقائق ويحاربون الإسلام و ينابذون الدعاة ويحيكون لهم المؤامرات، كل ذلك من أجل أن يعيشوا أياما قلائل في هذه الدنيا ثم يموتون وتذهب دنياهم، ثم يحصلون بعد ذلك آخرة لا تسرهم. هذه الدنيا لعب له لا تستحق أن يلتفت إليها الإنسان ولا أن يأبه بها. ولذلك نقول عجيب هذا الإنسان عندما يجعل غاية قصده هذه الدنيا فلا يفكر إلا فيها ولا يسعى إلا لها، ولكن المؤمن العاقل هو الذي يجعل قصده للآخرة
ويلتفت إليها ويهتم بها. قال الله: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أسأل الله أن يجعلنا من العقلاء، لأنه لا يستعد لها ولا يقوم بحقها إلا العقلاء. ولذلك يعرف تمام عقل الإنسان بحسن استعداده للآخرة. قال الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. بعدما ذكر هذه المناقشات مع هؤلاء المشركين عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسليه ويطمئنه ويبين له أن هذا الذي يقولونه من الحجج والتكذيب، وكونهم يقولون أساطير الأولين أو يقول ساحر مبين أو نحو ذلك، يحزنك. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. لا تظن أن هذا الذي قالوه لك لأنك عندهم كاذب أو لأنك ما جئت بالحق البين، لا، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا من ظلمهم، فهم يجحدون بالآيات وهم يستيقنون صدقها ويعلمون أنها حق. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. يعني يا محمد، لا تظن أنك أنت الوحيد في هذا الميدان وأنه لم يسبق أن كذب أحد قبلك. لقد كذب الرسل الذين جاءوا من قبلك وأصابهم ما أصابهم من ضيم وظلم أقوامهم. قال: فصبروا على ما كذبوا، أي فاقتدي بهم واسلك سبيلهم، كما قال الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وهذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سينصره كما نصر الرسل الذين من قبله. قال: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. هذا وعد من الله لا يمكن أن يتخلف، ولا يستطيع أحد أن يبدل كلام الله وأن يغير هذه الحقائق مهما على الكفار، انتفشت دولهم وحكوماتهم وتمكنت من آلات القوة، فإن النصر لأهل الإسلام، وإن النصر للأنبياء ولمن نصر الله، ينصرهم الله فلا يخذلهم، والله لا يخلف الميعاد. قال الله عز وجل: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قد أخبرتك فيما قبل مما أوحيت إليك شيئا من أخبار المرسلين. جاءك من أنباء المرسلين ما يثبت الله به فؤادك. ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما يسكن به قلبك. قال الله عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني إن كان عظم عليك يا محمد إعراض هؤلاء عن الإسلام لحرصك على هدايتهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فترقى فتأتيهم بآية فافعل، وإنك لن تستطيع ذلك إلا بإذننا، فما عليك إلا أن تصبر. يعني لا تستعجل الأمور يا محمد، بل عليك أن تصبر كما صبر من قبلك من أولي العزم من الرسل، وتنتظر، ولا يستفزونك بما يستفزونك به من اقتراح الآيات، عندما يقولون: ائتنا بآية، عجل لنا العذاب، أمطر علينا السماء حجارة، أو ائتنا بعذاب أليم. كل ذلك لا يستفزك، ولا تتشاغل بكيف تجلب لهم آيات ليهتدوا بها، فإن هذا ليس لك، الهداية من الله، فلا تنشغل بهذا يا عبدي ويا رسولي. ولذلك يقول: إن كان كبر عليك إعراض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض افعل لكنك لن تستطيع، أو سلما في السماء افعل ولكنك لن تستطيع، إذن فلا تفعل شيئا من ذلك، واهدأ واصبر، فإن الله عز وجل متم نوره وناصر رسله
ومخزن هؤلاء الكافرين. قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. أصلا لو كان المراد أن يهتدوا جميعا ويؤمنوا بما جئت به، وكان الله عز وجل يريد ذلك منهم إرادة كونية، لوقع ذلك بكلمة كن. ولكن الله عز وجل يقدر المقادير ويبتلي العباد. قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين بذلك. إذن فما عليك إلا الصبر. ثم قال الله إنما يستجيب الذين يسمعون، أي لا يستجيب لدعائك إلى الإيمان إلا أولئك الذين يسمعون سماع تفهم واعتبار. كل من جاء إليك متفهما ومعتبرا وطالبا للحق فإنه سيسمع هذا الحق ويؤمن به ويصدقه. قال والموتى يبعثهم الله. الموتى هنا المقصود بها كما يقول بعض المفسرين هم الكفار، سماهم الله موتى شبههم بهم لأنهم مثل الأموات في عدم السماع أو الانتفاع بما يقال لهم أو يلقى إليهم. وهؤلاء الكفار يبعثهم الله فيلقون جزاءهم ثم إليه يرجعون، أي يردون فيجازيهم بأعمالهم. قال الله عز وجل مبينا بعض شبهات هؤلاء الكفار ورادا عليها، لأن هذه السورة كما أسلفنا في مجالس ماضية متخصصة في ذكر حجج الكفار وشبهاتهم ونقضها والإتيان عليها من أساسها. قال الله عز وجل وقالوا، أي قال كفار مكة، لولا نزل عليه آية من ربه، أي لولا بمعنى هلا، أي هلا أنزل عليه آية أو نزل عليه آية من ربه كما نزل على الأنبياء السابقين مثل الناقة والعصا وغير ذلك مما أنزل على الأنبياء. قال الله عز وجل قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل آيات كثيرة لكنهم لا يعلمون أن نزول الآية سيكون سببا للتعجل للاستعجال بالعذاب عليه، لأنه لو نزلت الآية التي يقترحونها ثم لم يؤمنوا عاجلهم الله بعقوبته فلم يبق منهم ولم يذر. وهنا نعلم يا إخواني لماذا يؤخر الله الاستجابة لمقترحات الكفار، لأنهم يقترحون ويقترحون افعل افعل لنا كذا لنؤمن وافعل لنا كذا لنؤمن، فلو أنه فعل لهم فلم يؤمنوا لنزلت بهم العقوبة التي تستأصلهم فلا تبقي منهم ديارا ولا نافخ نار. قال الله عز وجل قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أن نزول الآية بلاء عليهم لوجوب هلاكهم إن جحدوها. قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني كل ما ترون من الدواب والهوام والحشرات والطيارات، يعني ما يطير من هذه الطيور، كل أولئك هذه أمم، هذه الأمم قد كلفت بأشياء وعلمت كيف تقوم بما كلفت به، وهي أمم خلقها الله عز وجل وستبعث أيضا وسيكون بينها جزاء، لأن الله عز وجل يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ثم بعد ذلك يقول لهن جميعا كونوا ترابا فيكونون ترابا. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما تركنا في اللوح المحفوظ من شيء. وليس المقصود بالكتاب هنا القرآن، بل المقصود به اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر كل ما كان وما يكون من أمر هذا العالم بجميع ما فيه من الإنس والجن والملائكة والعوالم العلوية والسفلية والبحار والأنهار والجبال والطيور والبهائم والحيوانات والسباع والهوام والدواب.
قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل هذه الأشياء موجودة في الكتاب مذكورة فيه بأدق التفاصيل. وهذا والله يا إخواني يخيف كل من له قلب إذا علم أن كل ذرة من ذرات عمرك وعملك وقولك محصاة ومسجلة ومدونة قبل أن تخلق وبعد أن تخلق. قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، أي يجمعون فيكون موردهم على الله سبحانه وتعالى. إلى هذا الحد نقف في هذا المجلس ونواصل في المجالس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.